القضاء تحاور والإدارة تناور، القضاء تحاور والإدارة تناور. الإدارة ما بغات تخدم، والإدارة ما بغات تخدم. للأسف الشديد نهار تكون هذا القطاع وبقى غير مهيكل إلى حدود هذه الساعة، نشتغل في ظروف مزرية مع العلم أنه خدمة عمومية، وللأسف الشديد ما عرفناش، لا نعرف شكون مورا هاد العشوائية اللي تنعيشو في الساحة. إذا كان المواطن تيتسائل على تحسين الجودة ديال القطاع سيارة الأجرة، فخصو يسأل الإدارة الوصية على هاد القطاع اللي في الحقيقة خصها تعطي الحقوق للسائقين باش حتى هما يوفروا الحقوق للزبائن. لا يعقل في ظل هاد الغلاء المعيشي وفي ارتفاع الغازوال، وباقي حنا تنهزو بالتسعيرة ديال 7 دراهم اللي هي كانت فاش كان الغازوال داير 7 دراهم. فإذا كان السائق المهني تتسناو منه انه يقدم واحد الخدمه في المستوى، فاعطيه حقوقه في المستوى، ليعلم الشارع المراكشي ان سائق سياره الاجره يشتغل في قطاع غير مهيكل بدون تغطيه صحيه، بدون سينيسيس، بدون تقاعد. والتقاعد ديال سائق سياره الاجره هو جيلي ويخدم كورتي في شي ستاسيون الى لقاه. العشوائيه تيشهد هذا القطاع. ها انتم تتشوفوا في الساحه وسائل النقل السري بتطبيقات الذكيه، تتشوفوا التوك توك، هادشي كلشي ولا مباح ولا تيهز الزبائن قدام عيون عباد الله. وسائق سياره الاجره فإلا كانت التطبيقات الذكيه اللي تيهضروا عليها انها ذكيه وبتوفر الخدمه، فتعطى لسائق سياره الاجره هما الاولين، ماشي المواطن يختار لابليكاسيون ويركب واحد 30 درهم ولا 25 درهم ويجي لتاكسي صغير ويركب 7 دراهم. لا يعقل. ارخص وسيله دابا في المغرب هي قطاع سياره الاجره، مع العلم ان قطاع سياره الاجره السن الثاني فهو تيدخل في البريستيج ديال المهنيه. زعما الانسان ما تيختار سياره الاجره، تيختار الراحه وتيختار الكونفيونس وتيختار الثقه. ولا يعقل انه يتقسى ويتهمش وتطلبوا منه انه يدي الخدمه في المستوى. لا زياده، مع العلم ان قعدنا سبق وتحاورنا مع الاداره وعدتنا بالزياده في محضر اجتماع في 2019، ولكن للاسف الشديد لا يفعل في الساحه. داكشي باش ولات هذه العشوائيه تتشوفوها دابا في الساحه، ولا من اقتناء الزبناء، من الفوضى في القطاع. ناهيك على الصنف الاول اللي ولا ما باش يحترم القرارات العمليه اللي عطيها الدوله، ولا تيشتغل في وسط المدينه تيدير خدمه الصنف الثاني. وطلبنا الاداره باش تفصل البيرميات، يكون البيرمي تاع الصنف الاول بوحدو والبيرمي تاع الصنف الثاني بوحدو، باش كل واحد يحترم القرارات العامله اللي حطها الاداره. الا ما كانش تتفعل القرارات الاداريه والقرارات العامله اللي حطها الولايه، فلاش الوجود ديالها؟ لاش القانون راه جا باش ينظم الحياه تاعتنا؟ لان الانسان من طبعه همجي، لذلك تحط القانون باش يرضيه الانسان. احنا واقفين هذه الوقفه نظرا للتجاهل ديال الاداره على جميع المطالب اللي كان تنطلبوا من الاداره باش تنصفنا فيهم، لذلك داكشي باش وقفنا هذه الوقفه هذه. بكل صراحه يعني تضرينا اننا نخرجوا، لانه فرضت عندنا الاداره على اساس باش نديروا التناوب مع سيارات الاجره الكبيره، وحنا واقفين على اساس تنطلبوا من السيد المسؤول والسيد الوالي ديال جهه مراكش على اساس باش يطبق القانون اللي كيشمل الظاهر 63 بنا يكون تطبيق بشكل بحذافيره، لانه كل صنف يخصو يشتغل بالدور ديالو، وكل واحد اللي كما تنقولوا لك وليدي حقين حقه. اذا الله كنطلبوا من المسؤولين على انه يراعيوا هذا الامر هذا، وشوفوا من هاد الاكراهات اللي كنعيشوا دائما كنراسلوا الاداره باش تجاوب معنا، وفي الاخير تلقاو الاداره ما كتفاعلش معنا بشكل اللي هو معقول ومزيان.